السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف الهمة؟ كيف المعنويات؟ إن شاء الله عالية. وكيف الامتحانين يعني الماضيات؟ إن شاء الله قدمتوا كويس. أول امتحان الواحد بيقدرش يقيم حاله بصراحة، ومش نقطة إنه الواحد يعتمد عليها إنه يصير يحكي والله مستواي كويس مش كويس على الامتحان الأول. فأنا بتذكر يعني بصراحة لما كنت سنة أولى زمان زمان زمان، هذا أيام الشباب، كان امتحاننا إحنا فيرست سكند فاينل، 3 امتحانات بالفصل، مو زي كوميد فاينل. المهم، فكان أول امتحان نفسه كان بايو كيمستري، فدخلت الامتحان، قدمت الامتحان وحليت 5 دوائر صح، يعني متأكد منهم 100%، فإنه كتير انبسطت من حالي على الـ5 دوائر. هذا كان أول امتحان. طلعت من الامتحان برن على أمي، بحكي لها هيك 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 وحليت 5 أسئلة صح، كان صوتي مبين إني مبسوط. فأمي انبسطت، تحكي لي كويس يعني إنك حل 5 أسئلة صح، فإنه إشي ممتاز. فأمي بتسألني شو الأسئلة، بحكي لها والله ده دائرة. قالت كويس، بيسهلوا عليكم إنك بتشوفهم قدامك، فبصير كل إشي محصور يعني مش إنه إجابة مفتوحة. بحكي لها فسألتني سؤال عفوي، تحكي لي كم دائرة كان الامتحان؟ بحكي لها 40. فهناك انصدمت، بتحكي لي يعني انت حال 40، 5 دوائر صح من اصل 40. فهذيك درت لي، هذيك الساعة درت لي انه انا مش حال الربع. والحمد لله لما طلعن العلامات كانت علامتي كثير ممتازة. فلما طلعت انا كنت بس 5 صح، والباقي كنت حاله بس مش متأكد منه 100% زي الـ5 هدول. فانه عادي كبداية انه الواحد ما يكون عارف شو حل وشو ما سوى. بالنهاية ربنا بعطي الواحد عقد تعبه، لما يشوفه تعب بعطيه عقد وزيادة كمان. فقل بس كل واحد يسوي اللي عليه، بحيث لما يرجع فيه الوقت يصير يحكي انه لو رجع حسوي زي اللي انا سويته، يعني سويت انا كل اللي بقدر عليه، سويت كل جهدي بحيث انه ما ضل عندي اشي ما بذلته. فهي بحد ذاتها انجاز بصراحة، مش انه واحد بيحكي يا ريت لو رجع فيه الزمن كان سويت وعملت. فهذه اهم نقطة الواحد يكون مركز عليها. هذا الفيديو بدي اشرح فيه الريفيو اللي حكيت لكم عنها، حيكون لكل المحاضرات. الترتيب حيكون كالتالي: اول اشي introduction، بعديها body structure، integumentary، بعديها سكيليتال، واخر اشي النيرفس سيستم. هاخد بس المين بوينت، النقاط الاساسيه بكل سلايد، بحيث انه يكون مهم يعني كيف زي ما مكتوب المنقذ، اللي يعني اتوقع الدكتور ما حيطلع من هذا الاشي. تمام، هيك اتفقنا على كيف الترتيب، وان شاء الله ايش انكم تراجعوا في كل اللي درستوه، بحيث لو في نقطه مش فاتتكم تلاقوها هنا وتلقطوها، بحيث تروحوا للامتحان تدعوا لي هيك من كل قلب. نرجع صحيح، احمد صالح، سنة 5، ايميلي ورقم تليفوني. نيجي هلا على الميديكال تيرم اللي بها انا مش راح انا اشرح فيها شرح، حتكون مراجعه. فالميديكال تيرم زي ما احنا بنتذكر اصلها اغريقي واصلها لاتيني، فبالنهايه في عندنا لكل كلمه طبيه 2 different root. تمام؟ اوكي، شو الاليمنتس او البيسك اليمنتس تبعت الميديكال تيرم؟ في عندنا الاربعه اللي هم ميديكال رود والكومباوند والفورم والبريفكس والسفكس. 100%، هدول الاربعه مش فيش داعي نترجمهم عشان احنا صرنا سفاحين هلا تيرم وصارت جيبتنا الصغيره. نبدا فيهم واحد واحد. الميديكال رود بعطينا المين بارت وبعطينا البرايمري مينينج، المعنى الاساسي بيحمله الميديكال تيرم رود. شو المعنى اللي بيأديه؟ زي ما احنا اتفقنا انه كل الجذور الطبية من اصول اغريقية ما عدا تشريح الانسان بيكون من اصول لاتينية. فاللاتيني هو بعطيك anatomical structure، الباقي هيكون غريك. فلو اجى سؤال في الامتحان which of the following اللاتين او اللاتين root used to، هنكتب anatomical structure. طيب لو اجى سؤال تاني Greek root used to except، هيكون كل هدول الاربعه صح ما عدا الاناتوميكال ستراكشر، حتكون جواب رقم 5. وهيك يعني نيجي هسه على الاكزامبلات. زي ما احنا بنعرف انه التوم ستومو او اورو سكين كوتينيو او ديرمو،
الكدني رينو او نفرو، او الوعاء الدموي اللي هو بلاد فيسل فاسكولو او انجيو، الدماغ برين او سيريبرو، انسيفالو و سيريبرو، الهارت كارديو او كورديو. وما في داعي بصراحة، او ما فيش، مش مطلوب مننا نفرق بين الاغريق واللاتين، بس بدنا نعرف انه ماوث معناها اوروستومو، اني واحدة لاتين اني واحدة اغريق مش مطلوب. تمام، نيجي هلأ على الكومبايننج فورم اللي هو ككومبايننج فاولز، هو يا او يا اي، كل الكلمات تاخد او ما عدا الشواذ اللي هما بلفي اللي حكينا عنها. تمام، شو المعنى اللي بيعطينا اياه؟ ما في مينينج عشانه بس حرف. طيب ليش بنستخدمه؟ عشان نسوي البرونانسيشن اسهل ونربط الكلمات في بعض. نيجي هسا على امثله اللي هو اريثرو يعني احمر، جاسترو يعني ستومك اللي هي معده، هيباتو اللي هو الكبد، اميون اللي هو جهاز المناعه، نفرو اخذناها قبل شوي، اوستيو اللي هو العظم اللي هو بون. هيك خلصنا امثله على الفاولز. نيجي على السافكس اللي هو الجزء الثالث من التيرم ككل. اول شيء السافكس بيجي على نهايه الكلمه، وظيفته بيغير المعنى. شو المعنى اللي بيفيد؟ ممكن يعطيك معنى مرض، باثولوجي، عرض، سيمبتومز، سيرجيكال بروسيجر، دايجنوستيك بروسيجر، بارت اوف سبيتش. تمام، شو ناخذ على السافكس؟ ناخذ امثله. في عندنا هدول بصراحه مش هحكيهم عشان معروفات في الانجليزي، فبس بدنا نكون عارفين انه الواي لما تكون في النهايه بتكون بروسيجر، هاي بتكون مهمه يعني بصراحه. نيجي على هذول الكلمات الحلو، اذا كانت اخرتها اي بتكون انسترومنت اللي هي الاداه اللي بنستخدمها، زي سكوب، سكوب اللي هي فيو، فلو كانت بنهايتها اي انسترومنت تو فيو، لو كانت نهايتها واي سكوبي حتكون بروسيجر تو فيو اللي هو اليه مشاهدة. ريركسز اللي هو رابتشرز، ريريا اللي هي فلو او ديسشارج، الجيا اللي هو بين او اجيزيا كمان، ايديما اللي هي سويلينج انتفاخ، واخر اشي اليوريا يوريا اللي هي يورين او يورينيشن. الكلمات هدول اللي هي توكسيك بويزن معناها اللي هي سم، ستينوسز ناروينج، تروفي اللي هو نورشمنتس اللي هي الغذاء التغذية، باثي مرض، وسيل يعني هيرني. نيجي هسا على الكلمات اللي هي نربط ككومبايننج فورم مع سافكس، مثلا جاسترايتس اللي هي ايتس تصير انفلاميشن اوف الاستومك، جاسترو ميجالي، ميجالي اللي هو انلارجمنت لمين؟ الاستومك، اوما يعني تيومر، فتيومر جوا الاستومك، ايتس قبل شوي حكيناها. نيجي على الليفر، مثلا نحكي هيباتايتس اللي هو انفلاميشن اوف ذا ليفر، هيباتوميجالي، ميجالي يعني انلارجمنت، واوما يعني تيومر. فلو عرفنا السفكس معناه وعرفنا شو الكومبايننج فور معناه بنقدر نطلع المينينج بكل سهوله. هيباتايتس عرفناها، هيباتو سي سايت، كلمه سايت يعني خليه، فهيباتوسايت اللي خليه الكبد. اوستيوكوندرايتس، ايتس انفلاميشن، كوندرو يعني كارتليج، و اوستيو يعني عظم، التهاب العظم والمفاصل. اوستيو ارثرايتس، التهاب الجوينت المفصل والعظم. نيجي على اخر جزء اللي هو بريفكس، بيجي في بدايه الكلمه، بغير المعنى نفس السفكس. مش كل الكلمات الطبيه تحتوي على بريفكس، وشو بيفيد؟ ممكن يعطيني نمبر، عدد، تايم، بوزيشن، دايركشن، ونيجيشن. هدول الكلمات المطلوبات، anti يعني against، hyper، excess. بصراحة ما في داعي احكيهم كلهم لانه خلص، حطوا pause هلأ للفيديو وراجعوهم، هيهم موجودين على الفيديو. ما شاء الله يحفظ العنوان بعد الهاي. في عنا امثلة اللي هو هدول، اخذ هاي كلمة استيا يعني اخذناها يعني في فيلينج، اخذناها في النيرفس، حنجيها باخر محاضرة. فان ايس ان ايس ايس ايد ان استيا يعني اللي هو ما عندوش احساس، مبلد بارد. وهيك هايبر ثيرميا، ثيرم يعني حرارة، فزيادة الحرارة،
they condition of excess heat وهكذا. فبس نعرف احنا ال prefix ونعرف معنى ال suffix وال medical وال word root بتصير الامور نقدر نشبكه مع بعض نطلع المعنى. نفس الاشي هدول الكلمات اللي قراب من بعض pre اللي هي قبل post بعد و peri اللي هي around near beyond وهيك يعني معناها نفس الاشي. نيجي هسا على البلولر وورد. البلولر وورد في عنا قواعد لازم يكون حافظينهم، هاي هم هدول كل القواعد ما في داعي بصراحة احكيهم، بس بهمني اللي اخريته A. اللي اخريته A ممكن يكون vowels وممكن يكون singular، ممكن يكون plural وممكن يكون singular، لانه في مثل، فخلينا نفرق بين التنتين. يا رب تكون وصلت الفكرة اللي حكيتها. هذول أمثلة إنه السينجولار أخريته باللون البينك ولما نجمعه بصير باللون الأورنج. هاي زي كلمتها ماكولا أخريتها A وهي سينجولار، بينما أوفا أخريتها A وهي بلولر. هاي اللي أنا كنت أحكي فيها. فلما نيجي نحل في الامتحان كل إشي نحله ونخلي الـ A آخر إشي، عشان كلمة A آخر الكلمة ممكن تكون سينجولر وممكن تكون بلولر، فهذيك بنخليها آخر إشي بحيث إنه هيك نخمخلها. وهذلك بنصير نشطب هي بلولر ولا سينجولر حسب السؤال. الإبونيم بكل بساطة هو الأكرونيم. الإبونيم هو name of person، بهمني إنه يكون ضمن الخيارات. هسا كيف السؤال بيجي؟ بيجي إنه which of the following term is eponym؟ لازم يكون ضمن الخيارات كلمة مكونة من مقطعين. شو يعني مقطعين؟ إنه كلمة space وكلمة تانية. فلما يكون هذا الإشي بيكون eponyms. شو المطلوب؟ مش هاي أنا شلت الأسماء حتى، بهمني إنه الإبونيم بس بيشير على disease، على body part، بيشير على procedure، وآخر إشي على tool. واحدة من هدول الأربعة هو بدل. طب هل هيحكي لي الكلمة هاي شو بتدل؟ لا، ما بيجي في الامتحان زي هيك. بس ممكن شو يقول لك الإبونيم بدل على واحدة من هدول except، فلازم يكون في disease، في body part، procedure، tool، وواحدة خامسة من عنده. بالنهاية الإبونيم كلمة من مقطعين بيناتهم space. الأكرونيمز كلمة بتكون كل أحرفها capital letter وبتكون اختصار اللي هو abbreviation. فزي هيك الـ ACE مثلا، الـ A اللي هو كلمة angiotensin أول حرف A، الـ C بنعطيها لتاني كلمة اللي هو converting C، والـ E بنحطها للـ enzyme، فأول حرف من كل كلمة. فلو أعطاني سؤال which of the following is acronym، بندور على كلمة كل حرفها capital وما في سبيسات. اختصار على هذول المطلوبات، ما هو أنا حطيتهم. ثواني عينك عليك. هاي القاعدة، هاي أول سؤال. تاني فكرة إنه ممكن يجيبني الكلمة الطويلة هاي ويقول لي شو اختصارها، باخد أول حرف من كل كلمة وبطلعهم جنب بعض بنفس الترتيب بتصير ACE وبحط عليها الدائرة، تمام؟ الفكرة الثالثة يجي العكس، ACE وشو معناها؟ بحط أول حرف من كل كلمة، من كل أول هدول الأحرف، كل حرف منها بعطيه لكلمة، فبتطلع عندي على نفس الترتيب بحط دائرة عليها. في واحد انفلسف بصراحة، بعت لي على الخاص بحكي لي انه احمد مش لهالدرجة انت قاعد تستهبل الدكاترة، ما هو حيعطيني كل الكلمات اولها A واولها C واولها E ككلمات ونفس الترتيب. بحكي ما في كلمات في الطب زي هيك، ومش راح يجيبه من برا الاردن او من برا الطب، ففلسفة بديش بصراحة، بحبش الفلسفة الزيادة لما تصير، تمام؟ اخر فكرة انه في كلمات ما بتتبع هاي القاعدة، زي كلمة history. كلمة history HX، ال H اول حرف وال X اجت من مكان ثاني، يعني مفيش بكل الكلمة X، فهدول شواذ. الشواذ بنحفظهم بحيث لو اجت في الامتحان شاذة بنكون حافظينها، واذا اجت مش حافظينها احنا يعني على القاعدة اللي هو اول حرف من كل كلمة. من السلايد الاول هدول الكلمات الشاذة اللي هو HX RX والTB اللي هو tuberculosis بدنا نكون حافظينهم، غير هيك بتكون على القاعدة. هيك خلصنا من المحاضرة الأولى. قد ايه قعدنا؟ ما صلنا شيء 10 دقائق. Body structures. نيجي على المحاضرة الثانية،
وحناخذ بس كونسنتريشن على المعلومات الاساسيه والرئيسيه. بس خليني اروح اشرب ميه عشان كثير اتشت. لا عشت. تفضل. لما احنا بس بنسأل وبنعتمد. تمام. احرق لك افكار الهدول ولا ما احل الاسئلة على الشرح؟ كيف؟ خلص مش هحل. تبع معي على الشرح عشان لما يجي الامتحان تكون ايش مراجع كل شيء. نيجي على البادي ستراكشر المحاضرة الثانية. Introduction بيهمني من Introduction اللي هي مجموعة خلايا بتكون لنا نسيج، مجموعة نسيج مجموعة خلايا متشابهة بالوظيفة والشكل بتسوي لنا نسيج. أنسجة مختلفة بتسوي لنا عضو، وأعضاء مختلفة بتعطينا جهاز اللي هو سيستم، ومجموعة الأعضاء تعطينا جسم. تمام. هذا اللي حكيناه قبل شوي. سيل بعطينا تيشو، التيشو بعطينا أورغان، والأورغان بعطينا السيستم. نيجي هسا على الأورغانيلز على مستوى الخلية. بيهمني بس معلومة واحدة، إنه نيوكلياس نعرف شو معناها، اللي هي معناها كيرنيال أو كور اللي هو المركز، وسيدز بس هدول نكون عارفينها. فلو إجت بالامتحان شو يعني نيوكلياس نعرف إنه معناها هاي أو هاي أو هاي. تمام؟ عشان سؤال. هسا على السيل ديفيجن بيهمني بس نعرف كلمة مايتوسز شو يعني مايتو وأوسز. كلمة مايتو اللي هي ثرود اللي هي خيط، وأوسز اللي هي كونديشن، فهي حالة من انه يصير في عنا خيوط او تكوين الخيوط، فعشان من ضمن الأطوار بتصير فيها انفصال في تكوين الخيوط. المهم المايتوسيس في عنا 4 فيسز، بيهمني بس نعرف الأسماء تبعتهم. أول واحدة برو فيز، ننتبه على كلمة برو مش بري ولا بيري، برو هاي. ميتا فيز، أنا فيز، تيلو فيز، هدول على نفس الترتيب. ممكن يجيب لك تجيب لها الدكتورة إنه على نفس الترتيب، نحفظ الترتيب إنه هاي بعدين هاي بعدين هاي بعدين هاي، فبدنا نكون عارفين الترتيب. كلمة تيلو نكون عارفين شو معناها اللي هي إنت نهاية، فلهيك سموها تيلوفيز اللي هو الطور النهائي. نيجي على التيشو. التيشو في عنا 4 أنواع: إبيثيليال تيشو اللي هو الطلائي، الكونكتيف تيشو الضام، ماسكولر، ونيرفس العصبي. نبدأ في الإبيثيليال. الإبيثيليال بهمني إنه نقسمه على أساس الشيب، على أساس الشكل، إلى سكويمس، كيوبويدال، وكولامينر. السكويمس بيكون فلات اللي هو مسطح، كيوبويدال بيكون كيوب شيب مكعب، وكولامينر اللي هو تول سيلندريكال شيب اللي هو بيكون عمودي. هاي الصور مسطح مكعب وعمودي. نيجي هسا نقسمهم على عدد اللايرز، النمبر اوف لاير. اذا كان 1 لاير بنسميه سمبل، واذا كان اكثر بيكون ستراتيفايد. واذا كان 1 لاير بس انا لما اشوفه بشوف النيوكليوس مش على نفس المستوى بيكون سودو ستراتيفايد. كلمة سودو شو معناها؟ يعني فولس، اجت في الامتحان كمان. تمام. نيجي هسه على الاورجنز. شو اجهزة الجسم؟ كل هدول اجهزة الجسم. شو بيهمني اعرفه؟ بيهمني اعرف هاي الكلمة انتيجيومنتري شو معناها؟ تو كفر. وكمان شوي حنعرف انتيجيومنتري معناها سكن، فتو كفر شو اللي بيغلف الجسم تبعنا، اصطلاحا بنطلق عليه السكن. ونعرف كلمة poises اللي هي to make، فهنحكي كمان شوي hematopoiesis اللي هي عملية تصنيع خلايا الدم. to make معناها في الطب شغلتين، إما poiesis أو genesis. بالضبط. genesis مثلا osteogenesis، poiesis زي hematopoiesis وهيك، بس التنتين نفس المعنى. ليش في عندنا كلمتين اللي هم نفس المعنى؟ عشان في واحدة إغريق وواحدة لاتين. نيجي هسه مراجعة سريعة على الدايركشنز. إذا كان الدايركشن لفوق بنحكي عنه superior، لتحت inferior. إذا كان لقدام بيكون anterior أو بنسميه اسم تاني ventral. إذا كان لورا posterior أو dorsal. ننتبه كلمة dorsal
تمام. لو كان هسه المصطلحات الثانية هدول حتكون في عنا نقطة مرجع. لما نيجي نحكي نقطة المرجع هو الخط اللي بيقسم الجسم لقسمين متساويين. متخيلين وين موجود هو هذا؟ مش عارف كيف أشر لهم على الفيديو أنا. هي أنا صورتي كتير لذيذة. الخط هذا اللي بيفصل أحمد لجزئين متساويين هذا midline بنسميه. الميدلاين إذا كانت نقطة قريبة منه بنسميه ميديال، بعيدة عنه بنسميها لاترال. كنا حافظينها كلمة إنه ميديال ميدلاين، فهي قريبة منه للإم إم يعني. نيجي هسا على شغلة تانية اللي هي لما نيجي نحكي على الأبر لمب مثلا الإيد، النقطة الأصل الأوريجين اللي هي هنا اللي هو الكتف. فلما نيجي نحكي أي إشي قريب منها هيكون بروكسيمال، أي إشي بعيد عنها هيكون ديستال. فهيك فرقنا دورزل عن ديستال، دول التنتين بيختلفوا. ميديال نفرقها عن ميديان، بيختلفوا كمان. ميديان وسط، ميديال توورد ميدلاين. اوكي نيجي هسه على نيجي قريب من السطح السيرفيس بيكون سوبرفيشال، بعيد عن السيرفيس بيكون ديب. هدول بنسويهم في الرجل، انه نسوي باطن القدم يقابلوا بعض بنسميها انفيرجن يعني انورد. وايوه بالضبط عكسها اي فيرجن اللي هو بنطلعهم لبرا. نيجي هسه هدول على الكياس، حكينا كل الاعضاء بغلفوا مكياس. فلما يكون الغشاء اللي قريب من العضو بنسميه فيزيرال، والبعيد بنسميه بارايتال. نيجي هسه على السكشنز البلينز. اول واحد اللي هو بالعرض بنسميه ترانسفيرس او بنسميه هوريزونتال، اللي بيقسم الجسم لفوق ولتحت. فبيكون في عنا ايد ايدتين لفوق ورجلتين لتحت. يعني شو اللي بدنا نكون عارفينه بالسكشن؟ بدنا نكون عارفين كيف اتجاه السكشن جاي من وين لوين، وشو قسم الجسم. فلما نيجي نحكي هوريزونتال، كيف الاتجاه؟ الاتجاه بشكل افقي، قسم الجسم لجزء علوي وجزء سفلي. تمام. نيجي هسه على الفرونتال، كيف قسم الجسم؟ قسمه من اليمين لليسار. طيب شو نتج عنه؟ نتج عنه جزء أمامي وجزء خلفي، anterior part posterior part. نيجي هسا على هذا سمنا frontal أو بنسميه coronal، آخر جزء اللي هو sagittal. كيف قسم الجسم؟ من قدام لورا، فنتج عنه جزء يمين جزء يسار symmetrical متطابقين. كيف كنا حافظينها؟ كلمة سيجيتال فيها حرفين تي ورا بعض، فإنه متطابقين. أما هدول ما فيش أحرف ورا بعض متشابهين ولا هاد، فإنه سيجيتال بيقسم من قدام لورا، فبنتج عنه قسمين أو جزئين جسم متطابقين، واحد يمين وواحد يسار. نيجي على الريجن، شو بدنا نكون عارفين؟ بدنا نكون عارفين بالرايت هايبوكوندريك ريجن في عنا كبد، بالإبيغاستريك في عنا البانكرياس والديودينم، ليفت هايبوكوندريك في عنا السبلين اللي هو الطحال. كلمة سبلين في الطب سبلين بتضلها سبلين، بس بنشيل اي واحدة فبتصير S-P-L-E-N، هيك في الطب بتضلها سبلين بس بدل دبل اي اي واحدة. فلما نيجي نحكي مثلا هاي اجت في الامتحان، بعرفش عني سنة بس انه اجت، لما نقطع احنا نسوي عملية نقطع فيها نص الطحال، شو بنحكي عنها العملية هاي؟ اول اشي قطع فهو اكتومي، ونص هيمي، والطحال هي ظلت كلمة طحال اللي مش ما كانتش مذكورة، فهي سبلين بتضلها سبلين بس بدل دبل اي اي واحدة، فهيمي سبلين اكتومي بتصير العملية. رايت لمبر ريجون مش ما فيش اشي مميز فيها، ولا الامبلايكل ولا الليفت. نيجي على الرايت إيلياك ريجن اللي فيها الأبندكس، والهايبوغاستريك ريجن فيها السيجمويد كولون والمثانة يورينري بلادر، وهي ما فيهاش اشي مميز، بس هدول بالأحمر بصراحة مميزين ولازم نكون عارفينهم. تمام. نيجي على آخر اشي اللي هو البوزيشنز. أول اشي لما يكون واحد قاعد وظهره 45 درجة فبنحكي عنه فولرز بوزيشنز، اللي هو هيد بيكون ريست الهيد مرفوع والني سلايتلي فليكس. تريدلينبرغ بوزيشنز كيف بتكون؟ بيكون المريض اللي هو نازل ضغطه
انا شاطبهم تمام. مريض النازل ضغطه بننزل راسه بنخليه مستوي، بننزل راسه عن رجليه فبكون رجليه عاليات وجسمه وراسه تحت، هاي بسموها تريدلينبرغ بوزيشن. عكسها ريفرس تريدلينبرغ بوزيشن، بكون متمدد وراسه لفوق ورجليه لتحت. سوباين بيكون متمدد وراس مستوى راسه ورجليه على نفس الاشي، بس بيكون على ظهره نايم، لاينج فلات اون باك سوباين بنسميها. في عنا عكسها البرون اللي هي لاينج فيس داون، بيكون راسه لتحت. في عنا اشي اسمه لاترال ريكومبنت بوزيشنز اللي هو بيكون نايم على جنبه، والليثوتومي بوزيشنز اللي هي تبعت الولاده. نيجي هسه على الابريفيشن، بدنا نكون عارفين اول واحده اي ان تي اللي هي انتيريور، اي بي انتيريور بوستيريور، البي اكس يعني بايوبسي يعني اخذنا عينه او خزعه، السي بي سي على القاعده، على القاعده ايش في عندنا شيء مش على القاعده، دي اكس دايجنوسيس، هذول كلهم على القاعده، الليت الاي تي بتكون لاترال، البوست اللي هي بوستيريور، سونو يعني سونوغرام او الترا ساوند، اس اكس اللي هو سيمبتومز الاعراض، تي اكس اللي هو العلاج التريتمنت، الباقي كله على القاعده بالضبط. خلصنا من المحاضره الثانيه هسه، قد ايش وصلنا؟ 10 دقائق كمان ولا ربع ساعه؟ طب ممتاز يعني، يعني ان شاء الله بنجيها بسرعه. الانتجيومنتري هلا نبدا في الانتجيومنتري سيستم، بيهمني بس اخر جداول بصراحه، هذول المهمين، غير هيك بصراحه كفايه انه نعرف ولا خلينا نراجعهم بسرعه. هلا الانتجيومنتري هو ذا لارجست اورجان اوف ذا بودي اللي هو السكن. شغله ثانيه، مكون مينلي من السكن وفي اكسسوري اورجان، اكسسوري اورجان هم هير نيل الجلاندز والنيرف والبلاد فيسل. تمام، هذول بشكل عام، وكل واحده عرفنا ميزتها، عرفنا انه السكن مكون من ثلاث طبقات، ديرمس في الوسط، فوقيها ايبيديرمس، تحتيها سبكوتينيوس او بنسميها هايبوديرمس، وعرفنا انه الاكسسوري اورجان موجوده في الديرمس، الايبيديرمس موجود فيها بيزل لاير طبقه حيه، والستريتم كورنيوم طبقه ميته وفيها كيراتين كثير. شو وظيفه الكيراتين؟ حكينا انه ووتر بروف، زي الكيوتيكل الموجودة في النباتات وهيك. نيجي هلأ على الجداول، كلمة أديبوزيس، كلمة أديبو معناها فات، وأوسيس حالة، فهي كونديشن أو أبنورمال كونديشن من إنه يكون في عنا فات، وعادة بتكون زيادة. لايبو سيل، كلمة سيل يعني هيرنيا، ولايبو فات فهو هيرنياشن في الليبيدز. ستياتايتس، حكينا ستياتو مش معناها سكن، معناها فات بالضبط، فانفلاميشن في الفات تيشو. كوتينيو ديرمو وديرماتو كلهم معناهم سكن، بنحكي سب كوتينيوس تحت الجلد. ديرماتو بلاستي، كلمة بلاستي يعني اللي هي عملية تجميل بالضبط، اللي هي سيرجيكال ريبير بالسكن في الجلد. هايبوديرميك، اك يعني يعود الى، وهايبوديرميك اللي هي الطبقة اللي اخر طبقة من السكن بالضبط. هيدرو اللي هو معناها سويت، نفس السودرو، كلمة مثلا هيدرو أدينايتس، إنفلاميشن للسويت جلاند للغدد العرقية. هايدرو معناها ووتر، نفرقها عن هيدرو. سودروسز اللي هو بريفيوز سويت، اللي هو بتعرق بغزارة، حكينا إلها معنى تاني اللي هو ديافوريسز أو إكسس سويتينج. إكسس سويتينج يعني كمان بغزارة، كلهم نفس المعاني. اوكي، نيجي هسه على الاكثوسيس. اكثو حكينا اي شيء بيكون سكيل موجود في السكن، اي ابنورم حاله موجوده فقط في الجلد، فابنورمال كونديشن اوف دراي سكن. كيراتوسيس اللي هي ابنورمال كونديشن اوف هورني تيشو، بيكون الجلد متقرن بحكولها في العربي. ميلانو اللون الاسود، وعارفين احنا بكل شيء في النهايه حنطلع بخمس الوان نكون عارفينهم، إريثرو أحمر، ليكو يعني أبيض، سيانو يعني أزرق، ونكون عارفين ميلانو اللي هي أسود هون،
واخر واحده حتمر معنا في النيرفس سيستم اللي هو بوليو. كلمه بوليو معناها رمادي جراي. ميلانو يعني اسود، ميلانوما. ف تيومر في خلايا اللي بتكون الصبغه السوداء اللي هي ميلانوسايت. مايكو يعني فانجاي، نفرقها عن كلمه مايو اللي بدون سي، فبتكون مايو يعني عضله، مايكو يعني فانجاي فطر. فديرماتومايكوسيس اللي هي حاله من وجود فطر في الجلد او عدوى فطراويه في الجلد، اصابه الجلد يعني، هي في الامتحان. اونيكو، كلمه اونيكو ماليشيا، كلمه ماليشيا بنعرفها يعني سوفتنينج، ف اونيكو معناها نيل، فهو سوفتنينج اوف نيل. انجوال، كلمه انجوال معناها انجو معناها نيل، فانجوال يعود الى او مرتبط في النيل بالضبط. هير بايلو، مش بوليو، بوليو يعني رمادي، بايلو هذيك بوليو بتكون بي او ال اي، هاي بي اي ال، هاي معناها هير شعر. نيد اللي هو ان اي دي معناها نست اش، وال اي ال يعني يعود الى او مرتبط في الهاد، فحاله من وجود شعر شبك في بعضه كون لنا شكل بيشبه العش. تريكو نفس الاشي اللي هي هير. سكليرو اللي هو هاردينينج، فسكليرو ديرما هاردينينج اوف سكن. السيبم اللي هو الدهون، سيبو، سكويمو اللي هي سكيل، سكويمس مثلا. زينو حكينا اشي فورن غريب مش من نفس جنسنا، زي زينو زينوغرافت اللي هو ترانسبلانتيشن للسكن من اشي مش انساني، مثلا من بيجز من حيوان اللي هو الخنزير. زيرو اللي هو ما في مية، المية على الزيرو فانه دراي، فزيرو دير ما اجت في الامتحان كمان اللي هي دراي سكن. الان اخذناها بالمحاضرة الاولى معناها against او ما في او اشي نيجاتيف انه بالضبط. انهيدروسيس يعني ما في عرق. ديافوريسيس مثلا، ديافوريسيس حكينا بيرفيوز سويت، اكسسيف سويت نفس المعنى، او بنسميها اسم سودروسيس اخذناها قبل شوي، او هايبر هيدروسيس كلهم نفس المعنى. ايبي اللي هي فوق. الهومو مثلا هوموغرافت اللي هو اخذناها من السيم سبيسيز يعني انه نفس الفصيلة من انسان لانسان اخر، بنسميها اسم تاني بدل هوموغرافت بنسميها ألوغرافت. هايبر اكسس يعني هايبر هيدروسيس، هي نفسها ديافوريسيس، هي نفسها سودروسيس، هي نفسها بيرفيوز سويتنج، هي نفسها اكسسيف سويتنج. سب اللي تحت، سب انجوال اللي هو ما تحت الظفر بالضبط. هيك خلصنا من المحاضرة الثالثة، ضايل عنا محاضرتين، ناخذ بريك ناخذ نفس بصراحة وبعدين نكمل. تحبت افصل نزع ولاك على حال ما بغيت جربتها والله. نكمل يلا. ماسكولوسكيليتال سيستم عدنا. بدنا نكون عارفين انه السكيليتال سيستم مكون من 206 عظمه. شو وظيفه العظم اللي هو السكيليتال؟ بروتكشن، ستابلايز، سبورت، اتاتشمنت للعضلات او التندون او الليجمنتس. بيخزن معادن زي الكالسيوم والفوسفورس، وبيصنع خلايا الدم بعمليه بنسميها هيماتوبويسيس او هيموبويسيس. تمام، هاي وظائفهم بشكل عام للعظم. كيف السؤال؟ which of the following is the function of skeletal system except، بحط لك اربعه من هدول او بحط لك اربعه من هدول والخامسه بجيبها من عنده. نيجي هسه على التقسيم اعتمادا على الشيب. لما نقسمهم اعتمادا على الشكل حنكون long bone وين موجود؟ بكل الاطراف سواء كان طرف علوي او سفلي ما عدا اللي هو fingers اصابع، التويز اصابع الرجلين، الريست والانكل، الرسو والكاحل، والباتيلا اللي هي الصابونه. هذول الخمسه يعتبروا جزء من الليمب ولكن مش لونج بون. شو لو كنا نحكي عن ريست وانكل نحكي عن شورت بون بالضبط. الفلات بون موجوده وين؟ الستيرنم اللي هي عظمه القص الموجوده في الصدر، السكابولا لوحه الكتف، والكرانيوم اللي هي بالدماغ.
الجمجمة. الريجولار بون اللي ما بنطبق على هدول الثلاث بنحطه بالريجولار، زي الفقرات، العمود الفقري والعظم الحوض الهيب بون. بس كيف السؤال بيجي؟ مثلا الريست بون شو نوعه؟ بيكون شورت. او مثال على الشورت بون شو؟ بيكون اما ريست او انكل في الخيارات. بيهمنا باللونج بون ناخذ شوية تفاصيل بس معلومتين، نعرف كلمة ديافيسز معناها الشافت او البادي، الابيفيسز اللي هي الاند اما العلوية او السفلية، upper او lower end of the bone. بس هاي بدنا نكون عارفينها، هدول الكلمتين من اللونج بون. في تقسيمة تانية حكينا عنها اللي هي axial skeleton و appendicular skeleton. axial skeleton بس بدنا نعرف ثلاث معلومات، انه هو بكون vertical axis، وبدنا نعرف مكون من skull الجمجمة، vertebral column، ribs and sternum، واخر معلومة انه مكون من 80 عظمة من اصل 206. تمام، نبدأ فيهم. skull بتهمناش بصراحة، بهمنا spinal column. السبينال كولوم كم هيو العمود الفقري، والمصطلحات التيرم تبعته. لما نيجي نحكي سيرفايكل يعني رقبة، نيك، ثوراكو او ثوراسيك اللي هي تشيست صدر، لامبو اللي هو اللور باك اسفل الظهر، والكوكس او كوكسيديو اللي هي العصعوز في البون. كم عددهم بهمني اعرف. السيرفايكل 7 12، وبعديها 5 5 4، كلهم مع بعضهم نجمعهم بيطلعوا 33. ننتبه على هذا الرقم نكون حافظينه، 33 فقرة موجود في عظم، يعني فقرة 1 2 3 4 5 وهكذا. أول واحدة شو بنسميها؟ C1، ثانية C2، ثالثة C3 وهكذا، عبد ما نوصل C7. بعد C7 بتكون T1 T2 T3 T4 وهكذا. وعرفنا ليش إجت كلمة C من كلمة cervical، T من كلمة thoracic أول حرف، واللمبر بيكون أخذنا أول حرف منها L، فبتكون L1 L2 L3 وهكذا. تمام، نيجي على ملاحظة لذيذة، إنه في عنا غضروف ما بين الفقرات كعظم اسمه intervertebral disc، ونوعه fibrocartilage. بدنا نكون عارفين أول فقرة بدل ما نسميها C1 بنسميها اسم تاني Atlas، والتانية بنسميها Axis. إحنا حافظين على الترتيب إنه T بالأبجدية قبل X، فبتيجي هاي C1 وهاي C2. الأكسس مسؤولة عن الروتيشن، والأطلس مسؤولة عن هولدينج للهيد. هدول المصطلحات. كرينيوم يعني كرينيو، ستيرنوم ستيرنو، كوستو يعني كوستال اللي هي ريبس وهكذا. شو معنى كرينيوم اللي هي السكال، الستيرنوم اللي بريست بون، كوستال اللي هي ريبس، فيرتيبري اللي هي الفقرة كعظم، إما بنحكي عنها سبونديلو أو فيرتيبرو. ميلو، كلمة ميلو إما بتدل على حبل شوكي اللي هو سبينال كورد أو بومارو، واللامينو اللي هو اللامينا البارت أوف فيرتيبرال آرتش، جزء من الفقرة. هدول مهمات كتير نكون عارفينهم. كرينيوتومي، كلمة تومي شو معناها؟ معناها انسجن بالضبط، انسجن. لما تكون اكتومي بتصير اكسجن او كت او ريموفل، كل هدول نفس المعنى معناها اكتومي. وفي عندنا كلمة استومي معناها فتحة يعني اوبنينج، هدول الثلاث لازم نفرقهم عن بعض. كلمة دينيا نفسها الجيا او الجيزيا معناها بين، فسيفالودينيا معناها ايش؟ وجع في الراس، هيدك يعني في الانجليزي بنحكي عنه. جراف اللي هو ريكوردينج، فتسجيل اي شيء في الدماغ. سي اللي عرفناها انها هيرنيا، منينجيو هناخدها كمان شوي معناها طبقة اللي بتغلف الدماغ اللي هي السحايا، وميلو اللي هي الحبل الشوكي، فهيرنيشن لطبقة السحايا والحبل الشوكي. هي خلصنا من الأكزيال. نيجي على الأبنديكولر، مكون من جزئين، إما الطرف العلوي والطرف السفلي. بهمني بالطرف العلوي نعرف إنه هيومرو اللي هي هيومرس أبر آرم، كاربو والكاربس اللي هي عظم الرسغ الرست، ميتاكاربو او ميتاكاربس اللي هي العظم الموجود في الايد، فارنجيو اللي هي اصابع اليد الفينجر او اصابع الرجل التوي. نيجي على اللور لم، بهمني المصطلحات انه نعرف بلفي بالاي اللي هي بلفس معناها هيب بون عظم الفخذ، هيومرو هيومرس اللي هي ثاي بون عظم الموجوده
بالفخذ، هاي عظم الحوض، هاي عظم الفخذ. باتيلو اللي هي النيكاب اللي هي غطاء الركبة، الصابونة. تيبيا اللي هي الموجودة في الساق، والفيبيولا بالساق، والميتاتارسل موجودة في الفوت. نيجي هدول الحلوين المصطلحات بنقطع وبنطلع معانيهم. كاربو ميتاكاربل من عند الأو، كاربو اللي هي ريست، والميتاكاربل اللي هي عظم الهاند. فلما نحكي جوينت مثلا، فهو المفصل ما بين الرسغ والعظم الموجود في اليد اللي هو هانا. بيلفيمتري، كلمة متري قياس، فهو ميجرمنت لحجم البيلفس. باتيلو بلكسي، بلكسي يعني تثبيت، فهو تثبيت الصابونة. وهيك في لنا كمان كبشة مصطلحات نكون عارفينهم، هدول نركز عليهم لأنهم مش زي قبل. قبلهم كانت الكلمة تعطيك كلو بالضبط، تعطيك مفتاح إنه شو معناها. هنا لا، كلمة أرثرو معناها جوينت، كوندرو كارتليج، أورثو ستريت يعني مستقيم أو قويم، أنكلو معناها ستيف تصلب، راديو راديشن إنه بنتقل من مكان لآخر. نيجي على هاي أول واحد، أول كلمة بنكشة مخ اللي هو جينيسيس، أوستيو جينيسيس من عند الأو كسمنا، أوستيو يعني بون، وجينيسيس يعني تصنيع. اللي حكينا جينيسيس أو بويسيس التنتين نفس المعنى لهم، يعني تو ميك، يعني تو ميك اللي هو البون. دين يعرفنا معناها يعني ألم، سايت يعني خلية، آيتس إنفلاميشن، وهكذا يعني سي. هاي حلوة. أرثروسينثيسيس، كلمة سينثيسيس يعني أسبيريشن، يعني أخذ عينة، سحب فلويد. فأرثروسينثيسيس سحب عينة من الجوينت بالضبط. نيجي على الجوينت، شو يعني جوينت؟ هو مكان التقاء عظمتين، a place where two bone meet، أو site of articulation، مكان التمفصل بيكون جوينت. كيف بنقسمه؟ بنقسمه حسب الحركة إلى سن أرثروسيس. كلمة سن عرفنا إنه السن ما بيتحرك في جسمنا، فإنه immovable هيك ربط يعني عشان نسهل حالنا. أم في أرثروسيس يعني slightly movable، وداي أرثروسيس freely movable. نيجي على السينوفيال جوينت. السينوفيال جوينت مكون من شو؟ مكون من كارتليج، وعليه ممبرين لونه بينك هنا، وبغلف الممبرين كبسول، ومن جوا في عنا كافيتي في فلويد. فهدول بنكون عارفينهم. كيف السؤال بيجي؟ أي من التالي هو يعد جزء من السينوفيال جوينت؟ إكسبت بحط لك الأربعة هدول، أو بحط لك الأربعة هدول اللي هو كبسول، ممبرين، والفلويد، والكارتليج، وواحدة خامسة من عنده. أو يكون واحدة الصح والباقي غلط عادي يعني. البيورسا اللي هي حكينا كياس مي موجودات محل ما في عنا جوينت، محل ما في تندون وليجمنت وبون وبس. نيجي هسا على آخر موضوع في السكيليتال اللي هو الديسوردرز. في عنا أول إشي الفراكتشر الكسور، عرفنا إنه هو ديسكونتينيوتي أو بريكنج بالكونتينيوتي للبون. شو سببه؟ إنه يكون في عنا تروما أكثر من تحمل العظم. قسمناهم ظهور العظم أو عدم ظهوره إلى closed يعني العظم مش مبين، open عظم مبين. وعرفنا إنه open بيكون في عنا خطر او ريسك انه يصير في عنا عدوى ميكروبية، فسميناه لهيك كومبلكس. وهون ما في عدوى او خطر فسميناه سيمبل. وهذا التفاصيل تبعته. هنا سكين انتاكت، هنا السكين لا بيكون في عنا انجرد، الميكروب هنا بيكون كونتامينيتد، هنا ملوش دخل في السلافة. في تقسيم تاني على حسب عدد القطع. جرين ستيك بيضلوا قطعة واحدة وموجود فين؟ في الشيلدرن، فبيكون partially broken. كومنيوتد بيكون many pieces، قطع كتير. الديسوردرز نكمل عليهم. joint dislocation بيكون displacement للبون، وين؟ على الجوينت، اللي هيك سموه joint dislocation. شو سببه؟ إما تروما أو congenital. في عنا partial dislocation بنسميه subluxation، هدول بدنا نكون عارفينهم فقط. هذه الصورة اللي بتوضح لنا اللي حكيناها. herniated disc اللي هو بيكون ruptured من الكارتليج اللي موجود ما بين الغضاري، ما بين الفقرات، بيصير له رابتشر.
اخ او هيرنيشن او فتاق. اوستيومايلايتس كلمه ايتس يعني انفلاميشن للبون والبون مرو بالضبط. بس الانفلاميشن بالعاده اما سببه ميكروب او سببه شيء غير ميكروب. بحاله الاوستيومايلايتس دائما السبب بيكون ميكروب، فدائما انفكشن عدوى، فهو انفكشن اوف بون اند بون مرو. فهمنا ليش كتبنا انفكشن مش انفلاميشن؟ لانه دائما الانفلاميشن سببه انفكشن. هذه الصوره بتوضح لنا الانفلاميشن او الانفكشن. روماتويد ارثرايتس بهمنا انه نعرف انه اوتو اميون ديس اوردرز، جهاز المناعه خرب فصار يهاجم حاله. لمين؟ للسينوفيال ميمبرين، صار يهاجم السينوفيال ميمبرين. اوستيوبوروسيس اللي هو هشاشة العظام، فريدكشن في البون ماس. الريكتس او الاوستيومايلايت ماليشيا، هدول التنتين نفس المعنى، بيكون فينا سوفتنينج في البون، بس الريكتس بتصيب للتشايلد، الاوستيوماليشيا بتصيب الادلت. السكيرفي اللي هو الاسقربوط هو نقصان فيتامين سي. شو بيسبب؟ العظم بيصير عندنا نمو غير طبيعي والاسنان غير طبيعيه. اخر شيء الكيرفيتشرز بالديس اوردرز، عندنا ثلاث انواع: سكوليوسز اللي هو بيصير عندنا رايح لليمين واليسار، كيفوسز مقدم لقدام، واللورتوسز راجع لورا. هذول المصطلحات خلينا بس نشرحهم، عشان انا بصراحه ما شرحتهم المره الماضيه عشان ايش بالفيديو. كلوديكيشن اللي هي عملية لما الواحد يمشي بتعب، فهذا معنى الكلوديكيشن. كونتراكتشر اللي هي بيصير في عنا تقلص بالكونكتيف تيشو. هسا احنا بنعرف انه الجلد تحتيه كل ابيثيليال تحتيه كونكتيف تيشو، لما يصير فيه بالكونكتيف تيشو تقلص الجلد حيشد على بعضه، فهذا بنسميه كونتراكتشر. متى بتصير؟ لما الواحد ينجرح. هسا الجرح شو بيصير فيه؟ بصغر، فبتحس انه الجلد قرب على بعضه، هاي الحاله بنسميها كونتراكتشر. مش كونتراكشن، كونتراكتشر. كونتراكتشر اللي هو فايبروسيس اوف كونكتيف تيشو ان ذا سكن. كلمة crepitation، كلمة crepitation اللي هو بيصير في عنا إشي بنسمعه بالسماعة، يعني لما نحط السماعة على المكان ما موجود الرئة بنسمع crepitation اللي هو بيصير في عنا dry sound موجود في الـ في الـ في الرئة. electromyography اللي هو graphy يعني تسجيل recording، الكترو كهرباء وميو عضله، فتسجيل كهرباء العضلات نشوف هل العضله بوصلها ستيميوليشن ولا ما بوصلها، فهيك بنستخدمها. use of electrical stimulation to record a strength of muscle contraction. exacerbation، كلمه exacerbation يعني زياده الحده، يعني الحده بتكون طبيعيه لحد معين ولو زادت بنسميها انه حاله زيادة الحدة، فبنسميها exacerbation. فانكريز ان سيفيريتي معناها. شو في عنا؟ هيم ارثروسز، اوسز يعني abnormal condition، وهيم يعني دم، وارثرو يعني joint، فهي abnormal presence of blood in the joint cavity، او بنسميها effusion، تدفق اللي هو blood into joint cavity. هايبوتونيا حناخدها بالنيرفس سيستم بالضبط. مالتيبل مايلوما، كلمة مالتيبل مايلوما اخرتها OMA يعني تيومر، بس هذا مو بيناين تيومر، هذا مالجننت، انتبه، فهو مالجننت تيومر لمين؟ للبليتلت، او سوري للبلازما سيل، للبلازما سيل سوري اللي بلازما سيل، فهو مالجننت تيومر ذات انفلتريت ذا بون اند بون مارو. اوستيوفايت اللي هي زوائد العظم. كيف؟ لما يصير في عندنا مرض في العظم بيؤدي الى تآكله، فبتنتج عنه قطع، كل قطعه نتجت بنسميها اوستيوفايتس، فهو بوني اوت جروث بيصير في عندنا على العظم.
ثاني تون لامب اللي هو ضوء بنستخدمه عشان نكتشف بعض الشغلات. بصراحة ما له داعي كل هذا يعني أنا أشرحه، مش عارف ليه مكتوب. الريكتس أخذناها قبل شوي، بيصيب الأطفال، سببه فيتامين د ديفيشنسي. بروسينثيسيس، البروسينثيسيس بيكون في عندنا ريبليسمنت اوف ميسينج بارت باي ارتفيشال سبستنس، يعني بصير في عندنا اشي مش موجود في الجسم فاحنا بنسوي، او اشي خرب في الجسم فاحنا بنسوي له استبدال. بالضبط بروسينثيسيس بنسميها. كلمة سيكويستريشن اللي هو بيكون في عنا عظم مات، فلما يصير في عنا انحصر ففي انه ما هو لازم اشرح لكم باثو بصراحة قبل ما اشرح هدول. المهم جزء من العظم مات فبيكون حواليه نسيج حي، فالجزء اللي مات بتحدد بحدود، هذا الحدود بنسميها سيكويستريشن اللي هو fragments of necrotized bone. necrotized اللي هو ميت وبون عظم، فاهمين كيف؟ هذه الفكرة منها. spondylolithiasis، spondylo يعني ايش؟ عظم اللي هو vertebrae العمود الفقري. lith كلمة كلمة ليثيو يعني سبليتنج اللي هو طلع من مكانه، مش هيرنيا، الهيرنيا سيل بنهاية الكلمة كسفكس، هاي بتيجي في نص الكلمة. اي اس اي اس معناها كونديشن، فهي حالة من انه الفيرتبري طلعت من مكانها، انه الفقرة بطلت على نفس مكانها الطبيعي، رجعت لورا زيادة، بنسميها سبلكسيشن اوف فيرتبري. spondylosis، كلمة spondylosis عبارة عن degeneration للvertebrae. spondylosis، spondylo يعني عظم اللي هو vertebral bone، وosis اللي هي condition، فهاي الabnormal condition معناها degeneration، إنه بيتم تآكل الفقرات هيك. كلمة sprain اللي هي تمزق الأوتار أو الأحبال، اللي هو tearing بالligament. الligament وظيفته بربط عظمة مع عظمة، لما يصير في tearing بيسموه sprain. stain أو strain sorry، كلمة strain strain هذا بنسميه لما يكون في عنا على العضلة جهد أكثر من تحملها، فشو بيصير لها؟ تمزق. هذا التمزق بالإنجليزي شو بنسميه؟ strain، اللي هو تمزق عضلي، هو بنسميه نفس تمزق العضلي. بينما تمزق الأربطة بنسميه sprain. subluxation اللي هو dislocation بس partial، طبعا حكيناها قبل. تالي بس هذه الناس اوكي هسا تالي بس اكوينو فارس، شو اللي بصير؟ انه الرجل داخل لجوا، شايفين هذا المريض؟ هسا الرجل الطبيعية تكون هيك مش داخل لجوا، هذه تالي بس اكويني فارس. مرض وراثي خلقي congenital disorders، بيكون في عنا الرجل كلها داخل لجوا، فاهمين كيف؟ هاي زي هيك، هذا مش طبيعي، الطبيعي انه يكون الرجل طالع على برا هيك، فلما تكون داخل لجوا بنسميه تاليبس اكويني فارس، او بنسميها اسم تاني اللي هي كلب فوت. كلب فوت. ارثروسكوبي، كلمة سكوبي بالواي يعني بروسيجر تو فيو، عشان سكوبي لمين؟ للارثرو اللي هو الجوينت، فهو procedure to view the joint أو internal the joint. bone grafting اللي هو بنأخذ عظمة وبنحطها محل عظمة تانية. implantation أو transplantation لbone from one part to another part.
بيور بيور سيكتومي اكتومي يعني اكسجين، بيورسو يعني بيورسا الكيس اللي جواه مي، فاحنا بنشيل هذا الكيس في اكسجين او ريموفال او كات. لامينكتومي اللي هو كلمة لامينو اللي هي جزء من الارتش، فلما نسوي له اكتومي شلناه فبنسميه لامينكتومي، هو اكسجين للجزء من الارتش تبع الفيرتبري. شو هذه ريفيجن سيرجري؟ شو هي الريفيجن سيرجري؟ سيرجري ريبيتد تو كوركتد بروبلم. ريفيجن سيرجري هذه بتكون احنا سوينا عمليه فبنعيد العمليه مره ثانيه عشان نرجع العضو لحالته الطبيعيه. يعني مثلا في عندنا شغله بدنا نسوي لها عمليتين ورا بعض، فاول عمليه خلصت، لما نجي على العملية الثانية ونسويها تقويم انه نرجعه للطبيعي فبنسميه ريفيجن سيرجري. هدول الابريفيشن الموجودة في المحاضرة بيهمني اول واحدة EMG اللي هو الكترو مايوغرافي، FX يعني فراكتشر، كلمة IM يعني انتراماسكولر داخل العضلة، IV انترافينس اشي بالوريد زي الأدوية لما نعطيها بالدم فإحنا بنعطيها IV. شو في إشي كمان محرز؟ كلمة أورث أو أورثو يعني أورثوبيديك اللي هو إشي متعلق في جراحة العظام. البي أخذناها في البايو اللي هو فوسفورس. الباقي كله أول حرف من كل كلمة. هذول بس اللي حكيتهم مطلوبين، الباقي أول حرف من كل كلمة يعني على القاعدة اللي حكيناها. هي خلصنا المحاضرة الثانية، اخريتها شوي علقنا عشان كان الخط مش واضح وما كنتش عارف اقرأ هذا كويس، بس شرحتهم بكل اشي بكل تفاصيله ولهم علاقة في الامراض بصراحة. هذا اللي اخرنا قد يصلنا والله طولنا قعدنا فيها هاي قعدت فيها 40 دقيقة تقريبا نص ساعة. ضل اخر محاضرة اللي هي نيرفس سيستم. النيرفس سيستم شو بيهمني اعرف انه بنقسم لسنترال وبيريفرال. السنترال مقسم لبرين وسباينال كورد، البرين الراجحة شوي مقسم لأربعة، سيريبرم سيريبيلم وداينسيفالون وآخر إشي برين ستيم. السباينال كورد قسمين اللي هو إما طالع اللي هو أفيرنت أسيندينج أو سنسوري أو نازل ديسيندينج إفيرنت أو موتور. البيريفرال نيرفس سيستم بتقسم حسب الوظيفة، إنه بتحكم فيه سوماتيك ما بتحكم فيه أوتونوميك، الاوتونوميك سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك. بهمني احنا قسمناها لو نتذكر المحاضره لاربع اجزاء. اول جزء بصراحه كتير سهل مش بدناش نراجعه. الجزء الثاني اللي هو النيوروغليال سيل السبورتنج سيل، بدنا نعرف كل خليه وشو وظيفتها المميزه بالضبط. الاستروسايت بهمني اعرف انه شكلها زي النجمه وبتسبب بلاد برين بارير ومايدلي فاجوسيتك فانكشن. كلمة مايدلي لازم تيجي في السؤال، يعني لو قلت أستروسايت بتسوي فاجوسيتك فانكشن هاي غلط، هي مايدلي فاجوسيتك فانكشن مش فاجوسيتك، زي ما حكينا في المحاضرة لما كنا موجودين ونبهت عليها. الخلية الثانية أوليغودندروسايت أو بنسميها أوليغودندروغليا بتسوي مايلينيشن أو مايلين شيث بالسنترال نيرفس سيستم. المايلين شيث في البريفرال نيرفس سيستم بنسميها شوان سيل. المايكروغليال من اسمها مايكرو فهي سمولست سيل تبعت النيوروغليال كخلايا داعمة، هي اللي وظيفتها فاجوسيتك. هنا مايدلي مايلد فاجوسيتك، تمام هاي فرقنا بينهم. الإبندايما بتغلف التجاويف الموجودة في الدماغ والحبل الشوكي وبتصنع مادة الـ CSF أو سيريبروسباينال فلويد. نيجي على الـ CNS، بيهمني البرين إنه أربع أجزاء حكيناهم. بيهمني بالبرين بس انه تقسيماته. السيريبرم لما نيجي نقسمه بنقسمه حسب العظم اللي فوقه، فقسمناه الى فرونتال مش موجوده، فرونتال لوب الجبهي، بارايتال اللي جاي جداري، تيمبورال على اليمين واليسار، اوكسيبيتال القاع الموجود لورا. ولو فتحنا ما بين التيمبورال والفرونتال هنلاقي في عندنا فص خامس اسمه انسولا. وظيفه كل واحد بكل بساطه الفرونتال موتور، بارايتال سنسوري، تيمبورال قريب من الذان فهو هيرينج اوديتري،
والأوكسيبيتال أول حرف O فهو vision بالضبط بيشبه العين، والإنسولا بما أنه مخبى واللسان مخبى جوا التم فهو مسؤول عن تذوق. السيريبيلم موجود لورا، السكند لارجست ستراكشر طبعا، شو مسؤول عن الموتور عن الحركة وعن مسؤول عن البالانس التوازن. الداينسيفالون بيهمنا بس نعرف الثلمس اللي هي السكرتير، بتودي معلومات للدماغ كسنسوري وبتجيب معلومات من الدماغ من السيريبرم يعني كموتور، ما عدا الواسطة اللي هي الفاكتوري. ممكن يجي السؤال كيف انه الثلمس بتاخد sensory information from all parts أو all types of sensation except فبدنا نحط olfactory اللي هو الشم. هاي خلصنا من السكرتير، نيجي على الهايبوثلمس اللي هي منطقة ما تحت المهاد مسؤولة عن الـ autonomic nervous system سواء كان sympathetic أو parasympathetic، وإفرازات الغدد إنه الغدة تزيد إفرازها وتقلل إفرازها مين بتحكم في الهايبوثلمس. البرين ستيم بيهمني أعرف ثلاث أشياء إنه مكون من ميدبرين بونز ومظلة، الآخر جزء اللي هو مينينجيز الأكياس اللي بتغلف الدماغ. الأكياس القريبة من الدماغ من الجمجمة سوري كعظم بنسميها ديورا ماتر، القريبة من الدماغ كنسيج بنسميها بيا ماتر، وبينهم طبقة أراكانويد ماتر. فعلى الترتيب ديورا أراكانويد بيا، هاي آخر واحدة أوتر لاير، هاي إنر لاير وهاي إنترميديت. نيجي هسه على الجداول نركز عليهم. شو بهمني؟ الأفيرنت طالع لفوق يعني توورد السنترال ستراكتشر. بلود برين بارير حكينا وظيفة الأستروسايت، هو بيسوي بروتكتيف ميكانيزم ذات بلوك سبستنس إنها تروح للدماغ من الدم. السنترال نيرفس سيستم اللي هو مكون من دماغ وحبل شوكي. افيرنت اللي هي نازل من الدماغ. نيرف فايبر حكينا هو نفسه الأكزون تمام. النيوري لما أو نيورو لما تنتين صح، اللي هو الشيث اللي بيغلف العصبون بالضبط. فينتريكل اللي هو تجويف كافيتي أو تشامبر حكينا إما يكون موجود في الدماغ أو الحبل الشوكي أو بعضو ثاني اللي هو القلب، فالبطين اسمه فينتريكل كمان. سيريبرو اللي هي سيريبرام أو سيريبروتومي، كلمة تومي يعني انسجن بالسيريبرام. كرينيو ماليشيا سوفتينج بالكرينيوم كعظم يعني. دندرويد كلمة دندرو يعني تري، أويد يعني يشبه، فهو يشبه الشجر فهو الزوائد الشجرية هيك بنسميها. انسفالوسيل كلمة سيل يعني هيرنيا، انسفالو يعني دماغ فهيرنياشن اوف برين. جانجليوكتومي كلمة اكتومي مش معناها انسجن معناها اكسجن، فنفرق بين انسجن هنا تومي واكسجن اللي هي اكتومي تمام. جليوما اللي هو تيومر تيشو لمين للجليال سيل. كاينيزيا عرفنا ان معناها حركة، فبريدي كاينيزيا حركة بطيئة slow movement. ليبتومنينجيوباثي مرض بطبقات السحايا اللي هي البيا والأراكانويد ماتر. ديسليكزيا كلمة ليكسس أو ليكزيا يعني كلمة، فديس صعوبة في استخدام الكلمات. منينجيوسيل اللي هو فتاق أو هيرنياشن بمين بطبقات السحايا يطلعوا لبرا من مكانهم. مايلو بوليو مايلايتس، بوليو يعني رمادي أخذناها بالألوان لما جمعناهم. مايلو اللي هي سباينال كورد هون حيكون معناها مش بون مارو. وايتس انفلاميشن، فانفلاميشن في المادة الرمادية الموجودة في الحبل الشوكي. ناركو كلمة ناركوتيك يعني متعلق في النوم، هاي كلمة ناركو. كلمة نيكتو، كلمة نيكتو معناها نايت ليل، مش كلمة ناركو معناها سليب، فنفرق بين التنتين. نيوروليسيس يعني تحليل في الأعصاب. راديكيولو ألجيا فإنه ألم موجود في جذر العصب.
راديكيولو يعني روت، نفرقها عن راديو. كلمة راديو أخذناها في الماسكولو سكيلت اللي قبل شوي، يعني معناها شو؟ راديشن، انتقل من مكان لآخر. أوكي، ثلاموتومي، كلمة تومي يعني انسجن. انتراثيكال، مداخل الشيث. ديستونيا، ديستونيا يعني في عنا اشي مش طبيعي يعني abnormal اللي هو bad بالتون. وعرفنا التون انه partial muscle contraction، انه حتى واحنا مرتاحين في الياف من العضلة بتكون من قبضة، فلما يصير في عنا زيادة او نقصان فهيكون ديستونيا. ventriculometry، قياس حجم التجويف. اوكي، مايستينيا، كلمة مايستينيا اللي هو muscle weakness، ضعف بالعضلات. هايبرستيزيا، كلمة استيزيا أخذناها قبل شوي معناها feeling، مشاعر. هايبر زيادة في المشاعر، فبيحس أكثر من الطبيعي، إنه حساس جدا. عكس الأنستيزيا اللي هي سميناها بارد، أيوة بالضبط، مبلد أنستيزيا هذيك. كاينيزيا أخذناها قبل شوي يعني حركة. هايبركاينيزيا انه بتحرك بزيادة. ناركوليبسي، كلمة ليبسي يعني تشنج، فتشنج اثناء الليل بنسميه ناركوليبسي. هيمي باريسيز، كلمة باريسيز يعني ضعف. بارشيال باراليسيز، مش باراليسيز كامل، فلما يكون في نصف الجسم فهيكون هيمي باريسيز. كلمة افيزيا، فيزيا يعني كلام، فما بيحكي فبيكون افيزيا. كوادريبليجيا، كوادري يعني اربعة، بليجيا شلل. باريسيز شلل جزئي، بليجيا شلل كلي، يعني ما بيحرك الطرف بالمرة. لما يكونوا كوادري بيكون أربع أطراف ما بيحركهم. أتاكسيا اللي هو الكوردينيشن ما بصير عنده. نيجي هسا على الباكي منينجايتس، كلمة باكي اللي هي معناها ديورا ماتر، فهي انفلاميشن للديورا ماتر، أو بنسميها مش ديورا، بنسميها ثيك. هو اجت الام، هي سموها بالعرب الام القاسيه. من وين اجت الام القاسيه او الخشنه؟ من انها سميكه او قريبه من العظم، فهي ثيك. بينما ليبتو، كلمه ليبتو بتدل على البيا اند اراكانويد، التنتين ثين لاير. فلو اخذناها قبل شوي نرجع لها هنلاقي انه جت هي كلمه ليبتو يعني ثين، اللي هي نفسها البيا اند اراكانويد. بينما لما نحكي باكي اللي هي ثيك، اللي هي نفسها ديورا، وينها ديورا؟ هي ديورا. فالتهاب ديورا ماتر بنسميها باكي ماي منينجايتس. بارا اللي هو بجانب، نير بيوند بيسايد. سن يعني يونيون ما بتحرك. يوني اللي هو ون. كلمة بارا نفرقها عن هيمي، بارابليجيا شلل، بس بارا انه طرفين نفس الاشي، يا رجلتين مع بعض يا ايدتين مع بعض، فبالعادة ما بتصير شلل في الايدتين، بيشيل شلل في الاطراف السفلية. فبارابليجيا يعني paralysis of lower limb او lower part of the body. بينما هيميبليجيا كلمة هيميبليجيا شلل ايد ورجل، يا اما يمين يا اما يسار. هاي الجيا او الجيزيا معناها الم، واخذناها. يعطيكم العافية، بالنهاية هذا سويته هيك عصارة أو الفائدة من كل المحاضرات، الإشي المفيد. يا رب يكون الكل خلص، الكل درس، الكل بس يأخذ الفيديو إنه يراجع، وبالنهاية الشغل نضيف يعني أنا أحمد صالح. يعطيكم ألف عافية، أي سؤال أهلا وسهلا فيه. بصراحة فرصتكم هسه مادة الترم، هلا بما انه صار في شرح للمحاضرات، بما انه صار في هلا تلخيص للمحاضرات بهذا المنقذ اللي سميته انا المنقذ، فما في عندكم حجة انكم ما تجيبوا علامة كاملة بصراحة. ويعطيكم الف عافية، اي سؤال اي استفسار ابعتوا لي او ما تبعتوليش، في عندي رسائل كتير. خليني اخلصهم بالاول.